يبدو أن هاجس ملعب عمر حمادي لا زال يطارد عناصر مولودية الجزائر التي وجدت صعوبة في إيجاد معالمها بعدما تعودت على ملعب 5 جويلية. المولودية ظهرت بوجه مفاجئ وعجزت عن فرض إيقاعها أمام فريق منظم اسمه جمعية الشلف الذي كان سباقا في تهديد مرمى جميلي عن طريق المهاجم دهام الذي سجل هدفا من وضعية تسلل، وهو نفس السيناريو لبوغاش. اعتماد الجمعية على دفاع الخط زاد من متاعب مهاجمي المولودية. أول فرصة حقيقية لحشود بعدما نفذ الركنية بكرة مباشرة، صالحي يخرجها. الركنية الثانية بعدها، الدفاع يردها إلى حشود وبتسديدة جميلة كرته تصطدم بالعارضة الأفقية. نفس اللاعب حشود لم يتمكن من استغلال الكرة الثابتة التي تحصل عليه زملائه على غير العادة، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي. نفس سيناريو الشوط الأول تجسد في بداية الشوط الثاني الذي كاد زوج أن يخادع الحارس جميلي بهذه التسديدة بعد عمل فردي لدهام ليرد عليه حشود بهذه المخالفة التي تألق فيها الحارس. دفاع الشلفاوي المنظم أجبر المولودية على التسديد من بعيد، أبرزها كرة غربي التي تعلو العارضة لتليها تسديدة البديل سايح، لكن الحارس صارحي كان في المرصاد. ليشهد اللقاء في ربعه الأخير ضغطا كبيرا من عناصر المولودية لكن بدون جدوى أمام دفاع منظم والاعتماد على الهجمات المعاكسة. ينتهي اللقاء بتعادل سلبي يؤكد على أن الجمعية تحسن التفاوض خارج ملعبها، فيما ينتظر أبناء جيجر عمل كبير من أجل الخروج من هذه الوضعية. يا باي ديفيكاسيتي، ان شاء الله حنايا في المستقبل راح نخدموا على هاد ليفيكاسيتي. وما تنساش ثاني خويا، ما تنساش باللي انا سوبيتمون دو جور لوندوما يقول لك هوب تهبط استاد مغلوق، تهبط تلعب في بولوغين، ما عندنا تيران ونطرينو في الطارطون، ما عندنا يعني لو كان ماشي ساعدونا الجيش الوطني الشعبي عطانا استاد تاعهم تاع الطارطون كنا ما عندناش ونطرينو، رانا اس دي اف خويا. ما يخص مستقبل جيجير مع الفريق اسمع دوكا نهضروا على جيجير، خسرنا مع اليو اس ما قال جيجير ورايح، هذا الماتش اللي مع شلف جيجير ورايح، دوكا نحبوا نافونسي ونافونسي وما ناش ما اوني با اون تران دو بريكولي. سي فري كيكون موفي ريزلتا ولا نتقعدوا مع جيجير نتحاسبوا معاه نقصروا معاه، مي سان فو با دير باللي روح خويا. سي فري احنا او ديبي كي دخلنا هنا جينا بولوغين.